جمال حدادي فاعل جمعوي وأستاذ جامعي باحث. نقطة تسويقته للمنتوجات المجالية هي فرصة من فرص كيتعرف من خلالها الزبون المهتم بالمنتوجات المجالية على هذه المنتوجات، لأنه كيوجدها معروضة في هذه نقطة البيع بشكل سليم مع التبريد مع عرض جيد. وكان اليوم فرصة من الفرص للتعرف على الفكر المجالي بصفة عامة، التسويق المجالي بصفة عامة. وهذا الاقتصاد التضامني اللي هو المستقبل ديال الاقتصاد بصفة عامة، خاصة فيما يخص بعض المناطق مثل الكفايات مثل جرادة أو بعض المناطق اللي كتتبع جهة وجدة. واليوم كانت فرصة على أن مجموعة تعاونية تستفدوا من واحد الخبرة ديال أساتذة باحثين أساتذة جامعيين بشق نظري وبشق تطبيقي، طلعوا هاد المكلفين بهاد التعاونيات على ما يخص بالمستجدات في هاد التسويق المجالي بصفة عامة لهاد المنتوجات المجالية. كذلك كانت فرصة لافتتاح هاد نقطة البيع وافتتاح نقطة البيع في الأسبوع القادم إن شاء الله الرحمن الرحيم. ومن هاد المنبر أدعو المواطنين كافة إلى الاهتمام بهذا المجال الجديد من المنتوجات المجالية، لأنها أولا ذات فائدة صحية، ثم الأرباح اللي كتدر منها وهي أرباح قليلة بالمقارنة مع المنتوجات الأخرى كتعود بالنفع، وفيها واحد شق تضامني وشق تعاوني، وفيها اهتمام التعاونيات وفيها تشجيع التعاونيات، وكذلك فيها اهتمام بالمجال، لأن المنتوجات المجالية هي عبارة عن شخصية، عبارة عن تراث، عبارة عن تعريف بالخزان الذي تسخر به مجموعة من المناطق مثل هذه المنطقة اللي كنفتخروا بالانتماء إليها في جهة الشرق. حسين معدادي، مدير مشروع نحن شباب دولار. الحمد لله منذ 4 سنوات بدينا الاشتغال على العلامة التجارية لفائدة شباب الجهة الشرقية، وهي في إطار مشروع تسويق ترابي لفائدة شباب الجهة الشرقية. الهدف من هذه العلامة التجارية هي تسويق ما ينتجه شباب الجهة الشرقية، والحمد لله قدرنا أننا نخلق واحد مجموعة ديال التعاونيات اللي قدرنا في إطار شراكة وفي إطار مشروع تنسيق بتعاون مع واحد مجموعة ديال التعاونيات أننا خلقنا المتجر الأول رقم واحد بمدينة وجدة. المتجر يحمل اسم بركة أهل البلد، واليوم في إطار فعاليات مهرجان شباب الشرق النسخة الثالثة لسنة 2020 كنا تواجدنا بتقفايت في إطار ندوة دراسية حول مفهوم المجالية وتأثيرها على المجال السوسيو اقتصادي، أي مفهوم المجالية عند التعاونيات كمنتجين وعند المستهلك كمادة قابلة للاستهلاك. وباش نأكدوا هذه الفكرة نحن هنا في إطار فعاليات افتتاح متجر رقم 3 في إطار سلسلة متاجر مجموعة نحن شباب الشرق الذي يحمل اسم متجر الفصول 4 تقافيت جرادة، باش أننا نخدموا على جوج ديال المبادئ او جوج ديال الافكار كقاعده اساسيه لسلسله متاجر نحن شباب الشرق لتسويق المنتوجات المجاليه، الا وهي سياسه القرب، اي تقريب المنتوجات المجاليه من المستهلك، وثانيا اننا نحن شباب الشرق كنكونوا ضمانه لجوده المنتوجات المجاليه التي تقدم للزبون في الجهه الشرقيه. نعمل حاليا على فتح مجموعة ديال المحلات التجارية على صعيد الجهة الشرقية من أجل كسب الرهان، وأن ترجع العلامة التجارية نحن شباب دولور علامة تجارية لتسويق المنتوجات المجالية المغربية. وشكرا. سامح درويش، فاعل جمعوي وناشط تضامني. في هذا اليوم بطبيعة الحال نحن بصدد يوم لتثمين وتعريف المنتوجات المجالية بالجهة الشرقية، وهذا اليوم اللي يتم تنظيمه بمنتزه قفايت بطبيعة الحال كيتم بتنسيق ما بين جمعية قفايت للثقافة والتنمية وتعاونية الفضاء ومنتدى شباب الشرق شباب دولور. إذن في هذا اليوم اللي بطبيعة الحال كانت فيه فقرات من أهمها بطبيعة الحال الندوة حول المجال والمنتجات المجالية، وأيضا في هذه اللحظة نحن بصدد افتتاح نقطة جديدة للبيع، متجر جديد للبيع للمنتجات المحلية والمجالية بعد يعني المتجر الأول الذي تم افتتاحه بوجدة من طرف منتدى شباب الشرق، والآن بقفايت يتم افتتاح المتجر رقم 2 الذي المتجر الذي يحمل اسم
المتجر الذي يحمل اسم الفصول الأربعة. بطبيعة الحال هذا المتجر لكي توجد ملحق بمجبنة قفايت اللي كانت توجد في المدخل ديال جماعة قفايت. إلى كانت المستمعين الكرام يمكن قدهم هالطريق إلى وهم يزورون منتزه قفايت إلى زيارة هذا المتجر وزيارة يعني مجبنة قفايت. ويوجد أيضا بجانبهم مأوى سياحي اللي هو جاهز لاستقبال يعني الراغبين في الحصول على مأوى سياحي بمنتزه قفايت. إذا شكرا للصحافة الجهوية والمحلية اللي كتنتبه الآن لمثل هذه المبادرات اللي كتحاول تثمن المنتجات المحلية اللي أصبحت اليوم في زمن الكوفيد 19 تمثل يعني مسألة استراتيجية، لأنه نحن الآن في حاجة إلى إنتاج حاجياتنا من تغذية محليا، وهذا أمر استراتيجي ويطلب من الدولة التدخل من أجل يعني دعم ومساندة هذه القطاعات وهذه المنتجات من أجل أنها توقف أكثر وتوصل للمستهلكين بشكل أوسع وتساعدها في تنمية الجودة ديال هذه المنتجات. ونحييو كل من يؤمن بتنمية هذا المجال ومن يعمل على أيضا على تثمينه في هذه الجهة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخاصة التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.